وبالعودة إلى ما تبقى من أخبار، تقنية جديدة تجعل من النار وسيلة للجمال. أرسل دكاش والتفاصيل. يمكن صعب شوي أنه نلاقي نقاط بتجمع بين كلمتين الجمال والنار، بما أنه النار هي أبعد ما يمكن عن الجمال، وبأغلب الأوقات بتسبب بتشوهات خطيرة بتبشع الإنسان. لكن المفاجأة هي أنه آخر صيحات الجمال جمعت هالكلمتين من أجل الحصول على بشرة نضرة. فبالصين عم بتم إشعال وجوه السيدات لأحياء خلايا البشر عندهم، شد الوجه أو إدخال مواد لتعبئة التجاعيد بسبيل استعادة نضارة الوجه. كلها صارت أمور كتير معقولة وعادية أمام أنه الشخص يقبل أنه يتم إشعال النار على وجهه للغاية ذاتها. صالونات التجميل ببيجينغ عم تعرض هالعلاج المخيف على الزبائن، وهو معروف بهيولياو، وبيتم بوضع قطعة قماش مغمسة بالكحول على المنطقة المضطربة وبيتم إشعال النار فيها. هالتقنية يطلق عليها اسم الإكسير المميز بحسب أخصائيين، وبتشتغل هالألسنة النارية على تنشيط الخلايا وأحيائها لتحفيز البشرة البليدة والمترهلة والمجعدة، بوقت بأكد آخرين كمان منفعة هالعلاج للسمنة وأعراض البرد كمان. وعن مدى أمان العلاج بأكد الأخصائيين أنه بيتم تسخين البشرة وليس حرقة، لكن بالرغم من هالتأكيدات عدد كبير من النساء بيعتبروا هالتقنية فائقة الخطورة وما عندهم الجرأة أنهم يجربوها. فمين كان بيقول أنه معقول بيوم من الأيام يصير جمال الوجه بحرقه؟